Good evening, everyone. تواصلت الانتفاضة في Iran's جميع response أنحاء إيران في يومها 170 يوم السبت، حيث تجمع الآباء والسكان المحليون خارج إدارة التعليم التابعة للنظام في مناطق مختلفة من طهران ومدن أخرى احتجاجا على هجمات الغاز السام التي تستهدف أطفالهم، ولتحذير المسؤولين من نظام الملالي من أن أطفالهم هي خطوطهم الحمراء. هناك العديد من التقارير حول سلسلة هجمات الغاز الأخيرة التي استهدفت تلميذات في مدن مختلفة في جميع أنحاء إيران. أصيب العشرات من طالبات المدارس بالمرض بعد هجمات بالغاز السام استهدفت مدرسة عصمة للبنات في ملارد ومدرسة سيد جمال الدين أسد آبادي في منطقة عبدول آباد بطهران، ومدرسة التوحيد في شهريار وإمامات والقدير وبهار وباقر العلوم مدارس وأم أبيها وأسديان في إسلام شهر وبرند في محافظة طهران. واحتشد الناس خارج دائرة التعليم بالمنطقة الخامسة بطهران احتجاجا على هجمات الغاز الأخيرة، وهتفوا عدونا هنا إنهم يكتبون عندما يقولون إنها أمريكا، والمسؤولون غير الأكفاء عار عليكم، كما تجمعوا خارج دائرة التعليم السابعة في طهران وقسم التعليم الثاني في طهران وهم يهتفون لا نريد مسؤولين غير أكفاء. واحتشد الناس في طهران على الهجمات بالغاز وهتفوا البسيج وحرس الملالي أنتم الدواعش، وهتفوا أيضا لا نريد نظاما قاتلا للأطفال. وتجمع أولياء أمور طلاب المدارس خارج إدارة التعليم في أردبيل في شمال غربي إيران، حيث استهدفت هجمات بالغاز ما لا يقل عن 7 مدارس خاصة بالفتيات وتركت أكثر من 400 تلميذة مريضة. واحتشد أولياء الأمور في إصفهان وسط إيران خارج دائرة التعليم المدينة. الهجمات بالحمض والتسمم كلاهما جرائم، المدارس الآمنة هي حقنا، وهتفوا أيضا لا نريد مسؤولين غير أكفاء. وكانت مدرسة معصومة للبنات في تبريز، ومدرسة للبنات في همدان، ومدرسة ولي العصر للبنات في زنجان، وجميعها في شمال غرب إيران، وثلاث مدارس للبنات في مدينة رشت، وواحدة في لهجان شمال إيران، ومدرسة كتابجي في مدينة كاشان هدفا للغازة السامة. وهجم عملاء النظام في ثياب مدنية في كرمانشاه غرب إيران الأهالي القلقين على أطفالهم في أعقاب الهجمات الأخيرة بالغازات السامة التي استهدفت المدارس.